عزيز راح شغال بروفات لمدام مارسيل، وهي كل ما تقول له زي كشكش باك، وهو بيرد لا ده أحسن منه، وهي تقول منتظرة يوم الافتتاح. ربنا يوفقه، عزيز ابن حلال واستاهل كل خير. أمال فين كينجز ده؟ أنا عندي عرض. ومين اللي قالك عليه أصلاً؟ هو طلبني من طريق كارمن وقال عايز يشوفك. مسيو كينجز، مسيو كينجز. بونسوار. بونسوار. بونسوار مسيو كشكش بيك. بونسوار. أنا ديمو كينجز. أهلاً يا خوالي. شوف أنا من جمهور كشكش بيك، أحبه كتير وعندي مسرح كبير كازينو رينيسانس، وعايزك تيجي تقدم كشكش بيه عندي والفلوس اللي تطلبه. بس أنا عامل عقد مع الخواجة روزاتي. أنا عارف وعارف العقد. روزاتي بيدفع 27 جنيه، أنا هدفع 100 جنيه في الشهر والتعويض. مش هينفع يا مسيو كينجز، مش هينفع. أوه مسيو كشكش بيه 120 جنيه، وهسيبك تفكر، منتظر ردك. أورفوار. أورفوار. مسيو كينجز حبيبي، ده 120 جنيه في الشهر، أنا مش مصدقة، معقولة ترفض؟ أنا الكلمة عندي أهم من كل الفلوس، وروزاتي هو اللي إدى فرصة الكشكش بيه يطلع على المسرح وينجح. انت وعدتني تديني 30 جنيه و5% من الايراد. بصراحه بقى الجمهور اللي بيجي هنا بيجي عشاني، بيجي ليا انا. الجمهور بيجي عشان مسرح دي روز، وما تنساش نفسك يا نجيب. خلاص خلي مسرح دي روز يعرض من غيري، انا مش هعرض. نجيب حبيبي في عقد، انت لو مش عارض لازم تدفع 100 جنيه تعويض. اه نتقابل في المحكمه بقى. اوكي. مبارك عليك يا كشكش بيه. اسمي نجيب الريحاني. الناس بتسميك كده. اتفضل. نص الإيراد من أول الشهر لغاية الآن 60 جنيه. ساعة ما كسبت التنبولة في الصعيد ما مسكتش مبلغ زي كده. الحمد لله. اتفضلي يا أمي، دي فلوس أول عقد، اصرفي اللي تصرفيه وحوشي لي الباقي. يا نهار أبيض، كل دي فلوس؟ ده نص أول ما هي. أنا عايزك معايا، سيبك بقى من شغل المال الفاتورة ده، أنت بتقبض كام؟ 4 جنيه. لا كتير، أنا هديك 10. 10 جنيه؟ سامع عينينا؟ أنا هستقيل. ربنا يخليكوا لبعض. كان نفسي توفيق يبقى موجود. وسعاد كمان. أنا هخش أريح شوية. صحيح أنا مش أنا سمعت أن توفيق خلف وجاب ولد؟ صالح يا توفيق خلف وما قاليش، حرمني من فرحة أول حفيد. ده أول حفيد لعيلة إلياس. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.